تعيشي وتتهني في حضني وفي عيوني وفي النني ده انا داي الدور. وعليكي بتندهلي من نظرة جابتني جابت اهلي وعلى بيتي الجد مش على مهلي يا حبيبتي الروح. طول عمري انا مستني لحظة ما تعيشي وتتهني في حضني وفي عيوني وفي النني ده انا داي عشان أساعدك. بحبك يا سلمى. والله يا بابا سلمى دي شكلها اتجننت، كل شوية حاسة إن أنا بخونها، مش عارف أعمل معاها إيه. نزل رجلك يا سلمى. يا ابني يا ابني يا حبيبي اقعد بقى، ما أنت أكيد اللي مديها الإحساس ده، أكيد محسسها إنك مهتم بواحدة تانية غيرها. والله يا بابا لا تانية ولا تالتة، أنا بصراحة بفكر. أوعى تنطقها أوعى تنطقها يا عمر، ما هو لو ابني لو كل واحد متجوز فكر يطلق مراته عشان يتخانق معاها مفيش حد هيفضل متجوز في البلد دي. بعدين ما تاخدني انا مثل قدامك اهو، من ساعه ما نعمت مراتي من 6 سنين ماتت الله يرحمها وانا ماسك نفسي، لا لمست ست ولا شفت ست. يا رشدي يا رشدي سبتني ورحت فين؟ الا الست دي يا ابني اللذينة. احنا كده يا معلم شكلنا هنخسر بعض بسببها. اتجننت يا انت؟ دي مرات ابوك. ابويا اخرس. نهلة اطلعي على طول دلوقتي يا حبيبتي وانا هلحقك فورا. وانا كمان يا حياتي. قسمة يلا روح اتخمد انت كمان. هتخمد ايه بقى؟ طمني بقى انا عايز اطمن، رافع راسنا ولا كالعادة كفتة؟ كفتة؟ اطمن ابوك المهلك. رشدي ما انت يلا بقى يا رشدي. الله بقى علاوتك يا مرقوش، علاوتك يا مهلك. خلي عندك بقى. اموت انا وعيد السنة. بس بقى كفاية بس كفاية كفاية والله العظيم. سلمى يا بابا يا ابني المحظوظة، العيد برضه ابويا ده. شك شك مرزوقة تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. اسمعي كده من الآخر، أنا بكرة هروح للدكتور حمدي، ده راجل صديق العيلة والسطر وغطوا عليا وانا بثق فيه. ها نامي يا حبيبتي نامي، تصبح على خير. ايه يا عم رشدي مش سامع حاجة يعني؟ فين يا زمان؟ كانت السرخة بتهد جدران البيت. نامي يا حبيبي نامي، اشتغلت لا تستهوى. نامي يا حبيبي نامي يا نونا، نامي 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 يا نونا. ايه يا عم المهلك مش موفق ولا ايه؟ ده بجد بقى، وعمال بقى انا الاسد وارفع راسك لفوق. بقولك ايه، ما تيجي تنام جنب احسن، وبالمره تبقى حجه، ابن عمر هنا ومش هينفع اسيبه لوحده وكده يعني، وبالمره ابقى خلعتك بشياكه. صوتي صوتي بقى، خلي عندك شويه كرامه اكتر. اديني قديمه يا حلو، بأمرت الدكتور حمدي صديق العيله. يا ابن الكلب يا واطي. ايه يا سلمى ايه يا حبيبتي؟ وبعدين ما انت غلطانه برضو، الولد عنده حق، مش كل حاجه طلاق طلاق طلاق. ايه لبانه في بقك دلوقتي؟ بقيت غلطانه يا انكل؟ ده انا مش
مش عارفه اخد نفسي من البنت دي للبنت دي لشغل البيت لمشاكل الاستاذ، وفي الاخر يقول لي اتخنتي وبصي لنفسك في المرايه. الله عنده حق. ايه قصدي جاتو شك في عين ابوه. شفتي كلمه الحق ظهرت الاول. كلمة اتقالت في ساعة شيطان مش حاجة يعني يا سلمى. ده انا حاجتين يا انكل بكلمه فيهم بقالي سنة وهو مطنش. أول حاجة إن احنا نعزل. يا سلام. طب وتاني حاجة إيه بقى؟ لا بص بقى أنا عايزة أفهمك حاجة يا اسماء. إيه اسمك إيه أنت؟ اتفضل يا معلم. نسيت اسم جوزها. ما طبعًا، ما هو من اللي بشوفه في عشتي معاك. كده بالكرش ده؟ شفوتي. مش عايز يعزل ليه بقى يا انكل؟ عشان يعاكس في الستات والطالعه والنازله، ولما امسك انا موبايلي وافتش فيه يقول لي لا طبعا ما تمسكيش موبايلي، وهو يمسك موبايلي عادي جدا، صح؟ اه صح، ما تمسكيش الموبايل. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا الراجل. اتفضل يا انكل، الجمله المتخلفه بتاعته اهي. لا بقى يا حبيبي، الست زي الراجل بالظبط. على ابو شكلك. ايه؟ كوبايه ملزقه. معلش، ما انا بكلم مين؟ ما انت معقد. دي تاني حاجه بقى يا انكل، بنات ولا عارف يتعامل معاهم، دول ما بقوش طايقينه. ده حته عيل صغير مش عارفه تهنيني بيه. لا انت زودتها قوي. مش زودتها، ده انت تخنتها. محدش مالي عينك ولا ايه؟ في ايه؟ اسمع عاد انت وطلطق لي ودانك كويس قوي. اسمعي، انت عندك حق في كل حاجه انت قلتيها يا سلمى. هيعزم البيت ورجله فوق رقبته، اما بناته فانا اعرف كويس جدا اخليه يعرف ازاي يتعامل معاهم. بس اهم حاجه حبيبتي انت ما تزعليش. ها؟ حاضر يا انكل. ما تكشريش بقى. حاضر. هو القمر بيكشر؟ تاني انت تاني؟ عمرك شفتي قمر بيكشر؟ الله 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 الله، انا ملاحظ ان البوسه داخله على الشفايف. في حاجه وحضرتك مقبله قوي كده، ايه في حاجه ولا ايه؟ ما تقلقش يا عينيا، ده اخره. طب اهو خلاص بقى. ايوه كده اتعدل وبير. يلا يا صالحة. حلوه البصه دي، خش على المشهد الغرامي. ايه خلاص كده بقى رعب. فكيت يعني؟ ها؟ خلاص بقى ابو سلمى. خلاص ماشي تمام؟ يا ستي اطلبي مني أي حاجة هعملها لك قدام الراجل الطاهر ده. طب تعالى معايا نجيب البنات من المدرسة. ايه؟ بتبصيلي ليه؟ هتروح؟ بتقولك انت. بتقولي انا؟ نفسي مرة مرة اروح اجيب البنات من المدرسة الاقيك سابقني على هناك. عمرك ما هتتغير. ده انا يا دي افهم بقى، افهم، ميبقاش مخك تخين. علاقة الراجل بالست في الحياة عاملة بالظبط زي الدكتور وعلاقته مع شغله. وهو صغير زيك كده بيبقى ممارس عام، يكبر شويه يبقى اخصائي، اما لما بيوصل لسننا فبيبقى استشاري. ليه انت واطيه؟ صدق ان انت اوطه. روح يا ليلى، روح يا ملك، روح سلموا على طنط وبوسوها، بوسوها من بقها، وهاتوا لي رقمها يا ريت. سلمى. ايه ده؟ هاي هاي جيف، ازيك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. والله اشتقت لك. انا اكتر والله. سوري يا جماعه ما عرفتكوش. جيف على فكره كان مستر لابنر. والله اميره مريم روداينا و المدام سلمى. وين اختفيتي من وقت المسابقه؟ عن جد لو ما انت وقت لقيتي لي الحجز كانت راحت علي. ما قدرت اقول لك ميرسي، بس عن جد هلا بقول لك ميرسي كثير. كمان يا جيف اتس اوكي، ميرسي. عن جد انا مضطر امشي، عن جد فرصه سعيده وعن جد ميرسي. احكيني. اوكي باي. حاضر. ياه سبحان الله، شبه احمد خطيبي بالظبط. يا سلام سلمى، ازيك يا كابتن؟ انت فين؟ ايه انا موجوده بقالي كتير، ولا بشوفك ولا بتتصلي ولا بسمع صوتك خالص. معلش والله غصب عني. لا زعلان منك بقى. مش هتعرفينا؟ سوري. محمد حجازي يا جماعه المدرب بتاعي، واميره انتي. اهلا اميره. مريم. اهلا روداينا. صحابي وكده يعني. وكده ازاي يعني بالنسبه لجوزي اللي اتمنتجت دي؟ لا بس انا عاوز اقول لك حاجه، انت لازم تبتدي ترجعي تلعبي تنس تاني، عشان انت بصي تخنتي قوي. ايه يا ابني انت سكران ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انا المدرب بتاعها. انا المدرب بتاعها. في ايه ده؟ مدرب ايه؟ زي اختك. زي اختك. حط ايدك عليها ليه؟ زي اختي. في ايه؟ زي اختي. في ايه؟ ده مغور بقى. بس على فكره انت مليتي قوي يا ابني. ولا خد يا اقف يا ولد.
ممكن خلاص بقى يا عمر. خلاص ايه وزفت ايه دلوقتي؟ يحط ايده عليكي بتاع ايه؟ ده غير عادي لما تسلم على الناس، وليه يلمسوا ايديها ما يشاوروا كده وخلاص. ده غير عادي لما تسلم على الناس، وليه يلمسوا ايديها ما يشاوروا كده وخلاص. عارف يا عمر اكتر حاجه بحبها في احساسك ايه؟ انك بتاخدني في حضنك بعد اي لحظه حلوه بينا، مش زي بقيه الرجاله يتقلبوا كده ويدوا ظهرهم لمراتاتهم. انت بقى اكتر حاجه بتحبها فيا ايه؟ عمر، عمر، عمر. ايه دي عبيطه؟ ايه دي؟ في ايه؟ في ايه؟ انت متصدقي كده؟ انا بقى بحب فيك كل حاجه، بموت في كل حاجه فيك، عشان انتي احلى ماما واحلى ماما ربنا خلقها. بموت فيك يا زلومه.